بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، كما تواعدنا على أن نتكلم على شيء من أذكار الصباح وأذكار المساء وما يحتاجه المسلم عموماً في ليلته ونهاره وسفره وحضره إلى غير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعوات وأذكار. وإن شاء الله عز وجل سنبتدئ هذه السلسلة بحديث سيد الاستغفار، حديث سيد الاستغفار حديث عظيم، وكفى يعني بعظمته أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه سيد الاستغفار. أيها الإخوة، إن الاستغفار له صيغ كثيرة، لكن أفضلها على الإطلاق هو ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. إن هذا لفضل عظيم، فضل عظيم أن تستغفر الله عز وجل في صباحك أو في مسائك، ثم إذا لقيت الله عز وجل كنت من أهل الجنة. هذه ثمرة هذا الحديث وثمرة هذا الاستغفار. فهذا دعاء عظيم جامع لمعاني التوبة والتذلل لله تبارك وتعالى والإنابة إليه، دعاء عظيم
جامع لمعاني التوبة والتذلل لله تبارك وتعالى والإنابة إليه. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، وذلك لأنه قد فاق سائر صيغ الاستغفار في الفضيلة وعلى عليها في الرتبة. ومن معالي السيد الذي يفوق قومه في الخير ويرتفع عليه. ووجه أفضلية هذا الدعاء على غيره من صيغ الاستغفار أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بالثناء على الله، بدأه بالثناء على الله، فكان أقرب وأخلق للإجابة. فبدأه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي، فتوسل إلى الله باسمه الأعظم، باسمه العلم على جميع الأسماء. كلمة اللهم معناها يا الله، ديك الميم المشددة هي يعني البديل ديال يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اللهم معناها يا الله. ف يا الله توسل إلى الله عز وجل باسمه العلم. هذا الاسم يقول العلماء هو اسم علم على جميع الأسماء، كلها تعود إليه، كل الأسماء تعود إلى هذا الاسم، فهو منطلق جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا سألت أحدا من الناس وقلت له من هو العزيز يقول لك الله، من هو الحكيم يقول لك الله، من هو القهار يقول لك الله. إذن هذا الاسم هو اسم علم على جميع الأسماء. ومثل العلماء للعلم كالقائد الذي يرفع العلم في الحرب، فكل الجنود تتجه في الاتجاه الذي اتجه فيه القائد للحرب، كيهز الراية فتتبعه الجنود. كذلك هذا الاسم هو اسم علم على جميع الأسماء. فابتدأه بالثناء على الله، ثم بالاعتراف بأنه عبد له ومخلوق له ومربوب له عز وجل. اللهم أنت ربي. اعترف بربوبية الله سبحانه وتعالى، أنت ربي لا رب لي سواك. اللهم أنت ربي، اعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى. فما دام الاعتراف بالربوبية فإنه يتعلق بها ما يأتي بعدها. فالربوبية كما يذكر العلماء هي الخلق والملك والتدبير والرزق والإماتة والإحياء. اللهم أنت ربي لا رب لي سواك، هذه لازمة لهذا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق سواك يا الله، وأنت معبودي لا إله لي إلا أنت، أي لا أعبد غيرك، لا إله إلا أنت. ف
كما أنه اعترف لله عز وجل بربوبيته، يعترف له بألوهيته، ثم قال: خلقتني وأنا عبد، أوجدتني من العدم بعد أن كنت لم أكن شيئا مذكورا، كما قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل بمعنى لقد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. خلقتني وأنا عبد، خلقتني، قلنا اعتراف بأن الله تعالى هو الخالق وحده، ولا يمكن لأي عبد أن يخلق شيئا، إذ الله عز وجل هو القادر على الخلق والقادر على الإحياء والقادر على الإماتة والقادر على البعث والنشور. خلقتني أي أوجدتني من عدم، وأنا عبدك، أنا عبدك المذلل لك. فالعبودية نوعان: عبودية الكره وعبودية الاختيار. فكل المخلوقات صغيرها وكبيرها عبيد لله، مربوبون له، كرهوا أم أحبوا، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون وإليه يرجعون. وله أسلم من في السماوات، استسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. خلقتني وأنا عبدك، وهذه العبودية عبودية اختيار من العبد المؤمن، اصطفاه الله عز وجل لها فجعله من عباده الذين يتبعون أوامره ويجتنبون نواهيه. وأنا عبدك أي راض بما أمرتني به، مطيع لك فيما أمرتني، ومنتهي لك عما نهيتني. فالعبودية أو العبادة كما يعرفها ابن تيمية عليه رحمة الله اسم، جزاكم الله خيرا، اسم جامع لكل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي مقيم على ذلك بحسب طاقتي واستطاعتي. وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. لقد عاهدنا الله سبحانه وتعالى على أن نطيعه ولا نعصيه، وأن نوحده ولا نشرك به شيئا، ولكن لما خلقنا الله عز وجل علم أن سيكون فينا تقصيرا، وأن سيكون فينا خلل، وأن سيكون منا زلل، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم
وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر له. هذا هو الإنسان تواب النسي، يخطئ ويتوب. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ثم استعاذ به من شر ما صنع، أعوذ بك من شر ما صنعت. والعجب أن الإنسان يذنب ثم يتبرأ من الذنب ثم يفر إلى من أذنب في جنبه وأذنب في حقه، فنعم المفر ونعم المهر. فالإنسان لا يخاف إلا ذنبا، لأن الذنب هو سبب الهلاك، ولكن من احتمى بالله نجاه. أعوذ بك من شر ما صنعت. وشر ما يصنعه الإنسان واضح بين، الذنوب والمعاصي نرتكبها ثم نلجأ إلى الرحيم الرحمن، إلى الغفور الكريم أن يتجاوز عنا. أعوذ بك من شر ما صنعت، لأنه إذا خلقنا الله وأوجدنا وأنعم علينا وألهمنا الإيمان والإسلام، فكيف بعد ذلك نعود إلى العصيان والطغيان؟ فينبغي علينا أن نشكره على الإنعام، فنعماؤه نازلة من السماء وذنوبنا صاعدة إليه. فلذلك قال أعوذ بك من شر ما صنعت، ثم أقر بترادف النعم والعطايا والمنن. أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف لك بنعمك المتوالية. أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف بأنك أنت المنعم، وهذه المنن هي تفضل منك يا الله. لم أكن أهلا ولا مستحقا لهذه النعم، إنما أنعمت علي بها ابتداء وانتهاء. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أي وأعترف بذنبي وبما أقع فيه من الذنوب والمعاصي، وأبوء لك بذنبي وأبوء بذنبي فاغفر لي. ثم توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأن يغفر له ذنبه، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والمغفرة تكون بستر الذنوب حتى لا يفتضح بها العبد في الدنيا والآخرة، وتكون بعدم الأخذ بها، وهذه نعمتان. أن نذنب فيسترنا الله في الدنيا ويسترنا في الآخرة، ثم لا
يؤاخذنا بها. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فبين أنه لا يقدر على أن يغفر أحد لأحد ذنبا ولو صغر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أكمل ما يكون في الدعاء، ولهذا كان أعظم صيغ الاستغفار وأفضلها وأجمعها للمعاني الموجبة لغفران الذنوب. فالاستغفار أيها الإخوة الكرام يحول حال العبد من باب البغض إلى باب المحبة، فإن العبد بطبعه يعصي الله عز وجل ثم يتوب ويؤوب، فإذا استغفر الله عز وجل كان من المحبوبين عنده، فإن تاب إليه وأناب فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم علينا أيها الإخوة الكرام أن نلتزم بهذا الدعاء وهذا الاستغفار الذي ثمرته أنه من واظب عليه ثم مات كان من أهل الجنة. وكما أن الذنوب قد يراها صاحبها عظيمة فليعلم أن عفو الله أعظم، وأن الله تعالى بعباده أرحم، ولله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أرحم، لله أرحم بالعبد من الأم بولدها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الثواب الجزيل الذي يناله من يحافظ على هذا الدعاء لكي يحفزنا ويحضنا على أن نتمسك بهذا الحديث وبهذا الاستغفار صباح مساء. وكل منا لا يدري متى تأتي منيته، كل منا لا يدري إذا جن عليه ليل هل يعيش إلى الفجر. فلذلك بارك الله فيكم ينبغي علينا الحرص على هذا الدعاء وهو يسير ليس بالطويل، تكفي فيه دقيقة أو أقل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. لعل